سليمان، الحمد والشكر لك يا رب. سليمان، أنا قد إيش صار لي بهالحالة يا ويام؟ إلك 3 شهور على هالوضع يا مولاي، وبهالكم يوم يلي مضوا حرارتك كانت تضل مرتفعة كتير. وقت كنت مريض يا ويام في شي مهم صار معكم؟ مو وقت هالحكي يا سليمان، ارتاح، المهم هلأ صحتك. لقمان آغا، مولاي نادي الحكيم فورا. كان وضعنا صعب يا مولاي، ما قدرنا نعمل شي غير انه ندعي لك تقوم بالسلامة، بس الحمد والشكر لرب العالمين سمع دعائنا وتلطف فينا وتحسنت صحتك. بعرف هذا الشي يا هيام، كنت دائما حس بوجودكم جنبي. قلقنا عليك كتير يا مولانا، الله لا يحرمنا من وجودك معنا. تعذبنا كتير بمرضكم يا مولاي، وكأنه العالم انتهى بالنسبة إلنا. أخيرا هالعذاب انتهى، مو هيك يا مريم؟ والأيام السودة مرت، إن شاء الله أيامنا الجاية بتكون بيضة. لازم ننشر الخبر بكل أنحاء الدولة وتعم فيها الأفراح، ويعرف العدو والصديق إنه مولانا استعاد صحته وعافيته. مولانا السلطان حاكم الأقاليم 7، فرحتي كبيرة بقومتكم بالسلامة يا مولاي، الله يطول بعمركم. أنا يا مولاي ما تركتك ولا لحظة. لكان روحي هلا يا ويام، نامي وارتاحي بجناحك، وانت كمان يا مريم، وإن شاء الله بكرة راح أكون بكامل قوتي ونشاطي. إن شاء الله. أدخل. مولاي أنا رح أقوم من التخت قريبا. إن شاء الله يا مولاي، وهي رغبة الأمراء وشعبكم. ورح شارك بصلاة الجمعة يا رستم، رح صلي مع الناس بجامع ابني المرحوم محمد، فجهز لي كل الأمور. بس ما بصير تروح يا مولاي، خلينا نستنى شوي لبين ما تتحسن صحتك أكتر. هالقرار نهائي يا غيام، لازم أطلع من القصر بأسرع وقت ممكن، ضروري يشوفوني الناس إني لساتني عايش، وإلا ما راح تهدى الأمور بنوب. معك حق يا مولاي، وأنا راح أخذ التدابير اللازمة. ممتاز، وبدي أشوف كل حاشيتي كل واحد لحاله، البشوات وولادي الأمراء والسلطانات، بدي أعرف كل شي صار خلال فترة مرضي يا رستم.